السيد دوكا كي لحقت للوالد ومنا انا عطيتو الفرصه الاولى ما حبش يديها دوك تزيد نعرض عليه الفرصه الثانيه البنك يعرض عليك الان التغيير بعد ما هو ليه انت ما حبيش تاخذ 45 مليون سنتيم هو يعرض عليك دوك التغيير ثم نضل بلي رساله واضحه نتمنى ان شاء الله برك ما تطيحوش في الوضعيه اللي طحناها مع صديقنا اللي كانت عنده العلبه تاع شحال مليار وقاعد يقولوا جيبها ويقول لي لانيفرسير ومنا ان شاء الله برك ما تطيحوش في هذه الوضعيه خم بعقلك البنك بعد ما عرض عليك 45 مليون سنتيم الان راه يعرض عليك التغيير بالعلبه تاعك رقم 11 والعلبه تاع الاخت صابرينا نحينا برك الخط هكذا رقم 6 يا سلام. صحيت اش من دير هذا وليد حومتك؟ نعم وليد حومتك الله يبارك بيناتكم شحال 300 متر 300 متر انا هاكا برك لاباس يحوم يقصر يجي يقصر معاكم صافا بيان يا منين داك من تلقاه هذا مش ديما مش ديما تشوفه مش ديما كل يوم تشوفه مش ديما مش ديما نعم انا راح نعطيك معلومه نعم مور هذا ما يفتح العلبه هذه هاو دير في بالك ما يزيدوش تشوفوه هذا غير يتخبى هذا ايه بالبركه عليك يا تخبى فور يشفاو عليه يقولوا له خويا عرض عليه 45 مليون عرض عليه كذا ها محمد خويا علاك علاك ها لا فينيسيون صاحبك واش عنده هو؟ واش عنده؟ عنده كيف احنا اليوم ضحكنا كي جاي بعقل شفا ساي لا هو جاي هكا ونقدر نقول لك بلي هو كان بالك كان فوق اللازم تلمو كان فوق اللازم بالك سعداته دعوا لك دراري شحال في عمرهم 13 دوز هكا الله الدعاء مستجاب شيخ مبروك عليك مبروك عليك 3 مليون سنتيم مبروك عليك هاي افتحك اخر علبه تاعك افتحها مبروك عليك مبلغ 100 مليون سنتيم تقتسمه مع الله يسامح يعطيك الصحه تعال يا صاحبي